بأيد وجود المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه الأساسي، لأن شيله من منصبه كان باطل، وتعيين النائب العام الملاكي للإخوان كان تعيين باطل. من يوم الفرحة العظيم إن العدل قال كلمته ورجع المستشار عبد المجيد محمود المستشار النائب العام تاني. هو أدبيا بقى خلاص الدنيا اتلوت وبقت زي الفل، استقيل. يا ريت بعد إذنك كده والناس هتشيلها لك وهتحسبها لك، لأن أنت عارف عيوبك وعارف مشاكلك وعارف إن في ناس كتير ضدك وكان بيتنادى ضدك في الميادين إن حضرتك لازم كنت تمشي. عايز النائب الميدان مش بيرد يا ميدان، محدش يسمعني في حاجة، كلهم اللي هيقولوا المصري بس. عايز النائب الميدان.